اللهم اجعلني عندك وجيهاً بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. الوجاهة نوعان، هنالك وجاهة ترتبط بالمعادلات المادية، الثري له وجاهة اجتماعية، الرئيس له وجاهة اجتماعية. هذا هو النوع الأول من أنواع الوجاهة. النوع الثاني، الوجاهة التي ترتبط بالمعادلات الإلهية. نحن في هذه الفقرة لا نطلب النوع الأول من الوجاهة، الوجاهة المادية، ولذلك نقول اللهم اجعلني عندك وجيها. عندك يعني هذه الوجاهة وجاهة إلهية.